النهاردة هجرب معاكم لأول مرة ميك اب شي جلام من شي ان. هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. لو دي اول مرة بتشوفوني، اهلا وسهلا بيكم في التشانل بتاعتي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تبقوا معانا وبتشوفوا الفيديوهات اللي بتنزل دايما. كنتوا دايما بتتابعوني، فاهلا بعودتكم. انا بجرب اعمل حاجة، ان انا عايزة انزل 5 فيديوهات ورا بعض، ودي تقريبا انا ما بعملهاش في التشانل عندي غير مثلا في رمضان ولا حاجة، فدي تجربة كده. فهنزل الاسبوع ده 5 فيديوهات ورا بعض، كل يوم فيديو. وفيديو النهاردة عن شي جلام. انتوا سألتوني كتير ان انا اجرب الميك اب بتاع شي ان، فانا اشتريت شوية منه وهنجربه سوا. فانا اشتريت شوية حاجات تعتبر هي الاشهر، مفروض في حاجات تانية انا اشتريتها برضو بس هي لسه ما وصلتش، فقلت ما اخرش الفيديو عليكم. وقبل بقى ما نبدأ، خليني اقولكوا انا ازاي جبت اصلا الحاجات دي. انا عايشة في مصر، وفي مصر شي ان عشان يوصل لمصر او تطلبي حاجة بياخد فلوس كتير، ممكن حاجة يعني تتجمرك وهي داخلة البلد. الحقيقة ان انا ليا تجربة سيئة جدا جدا مع البنات اللي بتجيب شي ان في مصر. انا طلبت من كذا واحدة والاوردر ما جاليش او ما وصلش، وقعدت كتير عشان الديبوزيت اللي انا دفعته يرجع لي. ما علينا، البنوتة دي اللي اسمها يارا، انا هحط لكم البيج بتاعتها في الديسكريبشن بوكس. الاوردر جالي في 10 ايام، وده قليل جدا، يعني الناس اللي بتشتري من شيء انا عارفه ده قليل جدا. عملتها ذوق جدا، سريعه، بتجيب لكم اللي انتوا عايزينه. فانا صراحه يعني يارا دي اكتر واحده انا ارتحت معاها في التعامل، وطلبت منها كذا اوردر بعد كده. وعايزه اقول لكم ان خدوا بالكم قوي وانتوا بتختاروا الشخص اللي هتشتروا منه شيء ان بالذات في مصر، لان مشاكلهم كتيرة 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 بشكل مش طبيعي. اول حاجة هنجربها هي البرايمر، اسمه بيرثداي سكين برايمر سموثينج روز. ده في منه 2 على السايت، واحد لونه ابيض، واحد اللي هو ده اللي لونه بينك. انا اخترت اللي لونه بينك عشان انا عايزة حاجة بتدي نور وتنعم شكل البشرة. التاني تقريبا بيعمل البشرة مات او مفيهاش لمعة. خليني اقول لكم ان هما الباكجينج بتاعهم كيوت، يعني كل الحاجات متغلفة بشكل كويس. انا بس عايزة اوريكم قد ايه الباكجينج كيوت. بصوا شكل العلبة عامل ازاي، وهو بقى من جوه لي بلاستيكة كده عشان تقفل عليه، ولونه بينك خالص، ومعاه معلقة كده صغيرة عشان تاخدوا بيها علشان ما تبوظوش الدنيا جوه العلبة. فانا هاخد شوية كده في المعلقة. انا جبت بس المراية هنا عشان اشوف كويس. انا هبدأ كده من النص وابتدي اطلع على برا، انا احطه في كل بشرتي. اوكي، هو بيدي جلو حلوة، يعني انا شايفة فيه جلو منعم بشرتي قوي قوي. هحاول في المنطقة دي اضغطه كده عشان عشان يخش في المسام. معلش انا لسه المكان ده بيوجعني لحد دلوقتي. ريحته مفيش حاجه، مش شامه حاجه. يبقى اللي انا شايفاه ان هو ادى جلو لبشرتي، نعم بشرتي جدا. بس انا اصلا ما عنديش مسام الحقيقه كتير عشان اعرف هو عمل حاجه في المسام ولا لا. بس يعني انا شكل مسامي يعني اخف شويه من طبيعته، بس هو مش مفروض اصلا للمسام، هو مفروض بيدي جلو. فبيتهيالي لو حد عنده مسام كتير قوي مش هيبقى مناسب ليه. بس احنا كمان عايزين نشوفه تحت الفاونديشن هيبقى شكله ايه. فكمان جبت الفاونديشن بتاع شي جلام. انا جبت اللي هو ده الباكجينج بتاعه لونه اسود. في واحد تاني انا كنت عايزه اشتريه اللي هو بيدي جلو، لان انا بحب الحاجات اللي فيها جلو عن الحاجات المات. بس ده الاشهر، فانا زي ما تقولوا ايه جبت الاشهر. يعني ده شكله، الدرجة بتاعته اسمها ساند. الدرجة دي برضو درجة مشهورة جدا. الباكجينج بتاعه تحفة. بصوا انت اول ما بتطلعوه كده بيبقى في كفر فيلفت، وبعدين بتطلعوا منه بقى ازازة الفاونديشن. عجبني قوي الباكجينج بتاعه. ده شكل الازازة، دي اول مرة هجربه على بشرتي. انا جربت بس الدرجة على ايدي. انا حطيت 2 بامب على البروش، وهوزعهم بس كده الاول. تهيألي الدرجة كويسة عليا، هي على اصفر وانا بحب كده، بحب الفونديشن اللي على اصفر. شايفة ان الكفر بتاعه عالي، يعني ده مش فونديشن خفيف، يعني يعتبر كمان ملوش ريحة. يعني عايزة اشوفه من قريب. طيب بصوا الفونديشن تخطيطه عالية، يعني زي ما انتم شايفين كده باين ان الحاجات اللي في بشرتي اتغطت. هو مش فول كفر لان في فونديشنات اتقل من ده، ولكن هو
ناعم على البشرة، يعني انا شايفة بشرتي ناعمة، مش شايفة ان هي عليها طبقة من الميك اب تقيلة رغم ان هو تخطيطه تقيلة. تاني حاجة انا مش حاساه مات قوي كده، يعني انا حاساه ان هو في جلو، يمكن عشان البرايمر كمان، بس هو كفاونديشن مش مات، يعني حتى وانا بدمجه مش احساس الفاونديشن المات، هو في جلو بس خفيف. بس هو لحد دلوقتي عاجبني. خليني نشوف كمان لما يعني نقعد شويه في الحر اللي انا فيه ده، لان انا طافيه التكييف والمروحه وحاطه سوفت بوكس في وشي، فده تجربه كويسه للفاونديشن بس مش كويسه ليا انا، لان انا بفطس من الحر. بس عشان صوت التكييف ما يطلعش في التصوير. تاني حاجه جبتها او تالت حاجه بقى جبتها هي الكونسيلر. الدرجه دي اسمها كوكونات فليكس، وكمان الدرجه دي مشهوره جدا. الباكجينج بتاعه عادي، يعني كونسيلر عادي. هوريكوا شكله من جوه. ده شكل الكونسيلر. الدرجه شبه درجه الفاونديشن قوي، بس يمكن انا كنت جايبه الدرجه دي على السن، هي على اصفر. انا بحب الحاجات اللي على اصفر عشان بيمشي على الاندرتون بتاعي، ولكن انا حاسه ان هي على بينك، مش عارفه يعني، انا ما جربتهاش تحت عيني وحاسه ان هي غامقه مش فاتحه. انا عايزه اقول لكم ان العلبه دي مليانه على اخرها. يا بصوا انا وانا بدخل حاسه بكم الكنسيلر اللي جوه قد ايه كتير. خلينا نجرب الكنسيلر كمان. المفروض ان ده فول كفر. لا هي حرفيا درجه على بينك مش على اصفر. طيب الكنسيلر ده لو زي ما هم قالوا فعلا ما بيخططش، ده هيبقى احسن كنسيلر انا استعملته في حياتي. اول درجه لما دمجتها افتحت شويه، ما بقتش غامقه. ثانيا شكله ناعم جدا 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 على البشره. تخطيطه عاليه 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 فول كفر. يا جماعه الحاجات دي رخيصه، معلش هي ازاي كده بجد؟ ازاي الكواليتي كده؟ انا ما كنتش مصدقاهم الصراحه في الفيديوهات، كنت قايله يعني ان هما بيأفوروا مثلا، بس هما فعلا حلوين قوي. ايه ده؟ طيب احنا هنثبت الكنسيلر باي باودر، لان انا ما جبتش باودر من شي جلام، وهنشوف اذا كان هيخطط ولا لا. يعني انا عايزه اعرف هيحصل ايه. بصوا انا عندي خطوط تعبيريه هنا للابتسام، وعندي خطوط بسيطه تحت عيني، فانا عايزه اشوف هو هيخطط ولا لا. فانا هجيب اي باودر من عندي اثبت بيها، واختار اللوس باودر بتاعت ميبيلين. مش هحط باودر كتير عشان يعني عايزه اشوف هو نتيجته هو نفسه ايه. وكمان مش هثبت خالص بشرتي او يعني وشي، مش حاسه ان هو محتاج يتثبت اصلا، عشان نشوف هيخطط ولا لا. ممكن كمان نجرب الليكويد بلاش اللي هو مشهور جدا بتاعهم، تقريبا اشهر حاجه، او هي اللي شهرت اصلا الميك اب بتاع شي جلام. اسمه كلر بلوم ليكويد بلاش. الدرجه 103، اسمها ديفويتد. الدرجه دي فيها جليتر، بس انا مش بتضايق يعني من الجليتر. انا اللي متابعني يعني يعرف ان انا بحب الحاجات اللي فيها جلو ولمعه، وبحب الحاجات دي، ما عنديش مشكله. يعني عايزه اوريكم شكل الباكجينج. هو درجته على اورنج شويه، وطبعا ده الشكل المشهور بتاعه بالابليكيتر بتاعته الكيوت. اوكي هنجرب. انا خايفه. ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ احنا هنجرب ندمج ده. انا حاسه ان هو كتير، بس هما بيقولوا ان هو بيندمج بسرعه وبسهوله. اوكي هو بيندمج بسرعه وكل حاجه، بس هو في تريكه هقولها لكم دلوقتي. انا حطيت كتير قوي قوي، بس اوكي يعني الخد ده مظبوط شويه، التاني كتير كتير، بحاول اخففه. اوكي خليني اقول لكم ان هو بيندمج بسهوله وكل حاجه، بس الاحسن ان انتوا تحطوا على البيت بلندر وبعدين تدمجوا، مش تحطوا على بشرتكم على طول، لان هو بيثبت، يعني هو من الانواع الثابته شويه زي التنت كده. لما تيجوا تدمجوا بيسيب مكان ما انتوا كنتوا حاطين، فاهمين قصدي ازاي؟ فانا بس عايزه اجرب احط شويه كده على النوز، لما نشوف نحاول ندي لوك السان كيست ده. كتروش منه عشان هو بيدي لون قوي، او يمكن الدرجه اللي انا نقيتها هي اللي لونها فاقع شويه. هو في ذرات شمر بس يعني خفيفه،
مش شمر شمر يعني، شمر قليل قوي يعني، الذرات بتاعت الجليتر قليله قوي. يعني اي لاف ات. لو سبت هنشوف لحد اخر الفيديو كده، لو سبت هنشوف. الحاجه اللي هنجربها بعد كده هي ماسكاره حواجب جديده شفافه، لسه منزلينها قريب، اسمها سيت مي اب براو جل. ده شكل العلبه بتاعتها، وهي من جوه ماسكاره لونها ملهاش لون يعني، شفافه خالص. الفرشه بتاعتها عجيبه غريبه شويه، هي فيها شعر من الجنبين ومن النص لا، فيلا نجرب. عايزه اشوف بقى اذا كانت هتثبت الحواجب. انا بتهيالي دي جربتها قبل كده وكانت كويسه، جربتها مره كده اول ما فتحت الحاجات. مش عارفه ايه الفرق بين الشعر اللي هنا واللي هنا، ده اضيق وده اوسع. طب خلينا نجرب الاضيق. انا بحتاج حاجه قويه تثبت حواجبي، لان شعر حواجبي طويل فبيطلع وبينزل. اهتم بشيط حواجبي لان انا حاسه ان هي رفعت، فسايباها تطلع علشان اغير الشيب بتاعها، ومش اغير الشيب بتاعها يعني، تتخن شويه، عايزاها تتخن شويه. بعد ما بتصرحي كده بتجيبي الجل ومن الجناب بقى اللي مفيهاش حاجه، وتضغطي كده على الحاجب عشان يثبت اكتر. وبعدين هجيب كل الشعر الطويل قوي ده على جنب كده. دي رهيبه رهيبه رهيبه. عايزه اوريكم الفرق بين حواجبي. شايفين الفرق؟ شايفين الحاجب ده الشعر الثابت ومش بيتحرك. متهيألي ان هي نشفت، لا لسه شويه. بصوا ده يعني كله على بعضه كده، ده مترتب، تحسوه مترتب. حبيتها يا جماعه، دي حلوه قوي قوي قوي. اخر حاجتين بقى جبتهم، جبت ايلاينر وجبت رموش. انا اخترت رموش، يعني اكتر واحده حسيتها خفيفه، بس برضو طلعت مش خفيفه قوي. بس دي مش هجربها دلوقتي، هنجرب الايلاينر. انا اخترته لونه ابيض اسمه كول يور مام. ده كمان نزل جديد عندهم. عايزه اوريكم شكل الباكجينج بتاعه. ده شكل الفرشه بتاعته، هي رفيعه كده. انا بقى عايزه اجرب اعمل بيه ايلاينر لونه ابيض. اوكي، هو بيجمنتد بس مش ناعم، يعني ملمسه على العين كده مش ناعم، او عشان دي الاسبونج قوي مش طريه قوي، يعني عايزه تبقى قطره شويه. المفروض كمان انا كنت جايبه روج وماسكارا، بس هما للاسف لسه ما وصلوش، فهروح احط اي روج وماسكارا واجي لكم. كده نبقى خلصنا الميك اب. وعايزه اقول لكم ان الفاونديشن ما تحركش من مكانه، ويعني ما عملش اي خط ولا هنا ولا هنا. انا طبيعي طبيعي كان اي فاونديشن احطه في حياتي كان دلوقتي هيعمل خطين هنا. فيش حرفيا، ولا كان في حاجه، ولا كاني اتحرك وابتسم. بصراحه الفاونديشن حلو جدا، شكله مش تقيل، شكله ناعم. الكونسيلر كمان تخطيطه كويسه، مغيرش او ما بقاش على جراي. ليكويد بلاش ما شاء الله ما خفش، لسه الجنب ده اتقل من ده. ثابت، ناعم. الفاونديشن انا ما ثبتوش وهو حاليا مش ملزق. البرايمر منعم الحته دي قوي عندي، يعني مخليها شكلها ناعم كده. الايلاينر كويس، بس يعني انا ما حبيتهوش قوي، ما حبيتش الايلاينر الابيض، مش حاساه سهل في الرسم. الجل بتاع الحواجب تحفه، الحواجب ثابته زي ما هي ولكن مش ناشفه، يعني انا بحط ايدي مش ناشفه للدرجه دي، مش زي الواكس مثلا، لا هي يعني قطره من الواكس شويه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده عن ميك اب شي جلام. قولوا لي لو انتم حابين اعمل لكم جزء تاني، اجرب حاجات تانيه، قولوا لي عايزين اجرب ايه. واكيد ما تنسوش تكتبوا احلى كومنتات تحت الفيديو عشان تطلع في اول الفيديو الجاي. واكيد ما تنسوش السبسكرايب عشان تشوفوا باقي الفيديوهات اللي هتنزل الاسبوع ده. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.